بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة في المحور الثاني. سنتعرض في هذا الفيديو إلى ما يسمى بالبوسون ريشيو. نبدأ بالتعريف. When a deformable body is stretched by a tensile force, not only it does elongate but also it contract laterally. It would contract in other two dimensions. Likewise, a compressive force acting on a deformable body cause it to contract in the direction of force, and yet its side expand laterally. When the load P is applied to the bar, it changes the bar's length by delta and its radius by delta R. The strain in axial direction and in lateral radial direction respectively. معنى هذا الكلام أنه أي قطعة أو أي سوليد معرض لشد أو تعرض لشد فهو تحصل عليه استطالة. المصاحب لهذا الاستطالة هو التقلص. الاستطالة تكون على الأبعاد الطولية في اتجاه قوة الشد، والتقلص يكون على الأبعاد القطعية مثل ما سنرى في هذه الرسمة. هذه الرسمة عندنا هذا السوليد هنا، سلطت عليه قوة شد فحصلت له استطالة بقيمة دلتا، صار الطول الجديد L plus دلتا، وهذا شيء طبيعي. المصاحب لهذه الاستطالة هو تقلص على الأبعاد المقطعية، يعني على القطر، فصار في تقلص على الدلتا R. طبعا هذا في حالة الشد. نفس الكلام في حالة الضغط. هذا سوليد معرض إلى ضغط، حصل عليه إيش؟ حصل عليه تقلص في الأبعاد الطولية في اتجاه الفورس، قوة الضغط. المصاحب لهذا التقلص الناتج عن الكمبريشن هو استطالة في اتجاه الدلتا R، استطالة على الأبعاد المقطعية. طبعا اكتشف هذا الشيء هو عالم فرنسي اسمه بواسون في سنوات 1800. والقانون الذي يربط العلاقة بين اللاترال سترين، يعني الانفعال المقطعي أو الجانبي، مع الانفعال المحوري axial strain، هو هذا القانون: نيو تساوي ماينس lateral strain تقسيم axial strain، يعني ماينس epsilon lateral على epsilon axial. ليش الماينس هذا؟ لماذا الماينس؟ لأنه نيو هذا دائما وأبدا يكون موجب. حتى يكون موجب لابد من إضافة الماينس. لماذا؟ لأنه أحد الانفعالين لابد أن يكون سالب، لأنه في شكل compression، لأن الانفعالين أساسا معكوسات. واحد من الانفعالين ناتج عن tension، الثاني وكأنه ناتج عن compression. هنا ناتج عن compression والثاني كأنه ناتج عن tension، فأحداهما يكون يعني معكوس الإشارة، فلا بد من إضافة الماينس في بداية القانون. The negative sign is used here since longitudinal elongation is positive strain caused lateral contraction negative strain and vice versa. So Poisson ratio is positive. بعض الملاحظات: The lateral strain is caused only by axial force. No force or stress acts in lateral direction. الملاحظة الثانية: Lateral strain is the same in all the lateral direction. الملاحظة الثالثة: Usually nu is between 0 and 0.5. Poisson ratio is between 0 and 0.5. For most linearly elastic materials, we have nu equal 0.3. For example, steel. Finally, Poisson ratio is a constant.